وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل صحيح أن أبي الحسن الأشعري أنه تاب وسار على منهج أهل السنة والجماعة؟ نعم، موجود هذا في كتب، موجود في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وموجود في مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين أنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، صرح بهذا، مطبوع وموجود الآن، وفي رسالته إلى أهل الثغر أيضا. نعم. وهذا سائل يقول: لكن أتباعه ما رجعوا، أتباعه ما رجعوا، أما هو رجع رحمه الله. نعم.